أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمد وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وهو كبل أوريا آيات الله وبقول يصون يصوبات وصورة البقرة كملة، وأن سورة هذه عشر كان قنتن إلى اللحاد أنه أخذ أحد من سورة اللواب والقرآن كه، وإله سبحانه وتعالى وصى ورمي عشر كان هذه جدا بيجي جهاد كفر المريسي هي جهاد كطبع البشر كواح وكيه أي إله سبحانه وتعالى النص وشالي مرك هذا جهاد كوا واحد نفس ضبع وكاره وحك الصوا ضبع وكاره نفس أي خير بينهم وهي نفس أي جع الشهين أو ضبع وجع الهين نفس أي شر ويهين عيل إله هو نصوب أي وعسى أن تحبوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ما في إله هو نصوب أي إلهي وهو عالم كيها يؤبيها يهين خير بدن أدوك سمع الصوريين مركوا واحد على فدونا وحيتاي إلهي سبحانه وتعالى وهو نفرع إنا نودك دقنه هذا مرك هذا عشر كينه لما سيسعين وقصوا قاضني أنه أجب وصول لأبنيني ما دام يبا أنت يحوضا مارك يا بحثي حوضا أبا أنت هاي إلهي سبحانه وتعالى يسألونك وحي كاسؤال ينسيك محمد كاهو عن الشهر أي كاسؤال ينبلوه الحرام أو حرمض لهاي كبد القتال الدقال أي كاسؤال ينوفيه في الشهر الحرام أهذي بيها أترى أود إلهي قتال دغال أو فيه بلا حرمد لله دغاله كبير ومدوين وسد جير أو دبك لغو جير عن سبيل الله إلهي جيت جتكيس أو إلهي دين كيس دبك لغو جير يهو كفر كفر وبيه بالله الله لغو كفر يهو المسجد الحرام المسجد الحرام أهل اسك جير وإخراج أهل المسجد الحرام أهل كيس أو الله غبحي يهو إخراج أهل كيس أو الله غبحي منه المسجد الحرام وأثنبه عليه الصلاة والسلام أصحاب كيسة وقت قهره أيها أذبروين عند الله هي الكيسة وهو حوالي الدقال كتعافى قدرا والفنة في النبي هو شرط إياه الدقائي السبعين ريسين أيها أذبروين من القبل تلك كوين فبلاء في الحوم كانوا يجدلوا ولا يزالون كفار تكزوا لما نوضى إلهي أسوى الله خضابا يدفك مؤمنين يقاتلونكم من عيد الله الدقال ميان حتى يردوكم كي يردوكم من عيد كعريان عن دينكم دين كنا إذن كعليان أي قال لما يدين عليان إذن تضاعوها بي أي كرايا أتيشي ومن يرتدد روح المغضور هدابة ومنكم إذن كنا كمير عن دين دين كيسة كرهدابة وفيمد بنتور هدابة قد انت والحال هو يستغن كافر قالوا إيهي فولائك فوها صول إلهي حمد دوي برتي أعمالهم مع شور صالحة هذا في الدنيا الدنيا كبرتي والآخرة آخرنا وهي كبرتي إلهي وغالك قوة أصحاب النار نارك أصحاب سير وهي قال لماذا قل انتي هم يقول فيها نارك لحيال خالدونك وقوة رايوي فأيضا هذا
waxa intaan macneeyda aan u gelin waxa ay ku soo qaadanayna sawu nusulka iska leeyahay aayada tan iyo wixii markaas waxa way ahkaam oo ku tacaluqaya ilaa rasuulkiisa sallallahu ta'ala ayuu wuxuu yiri yasaluunaka wixii ka su'aalaya sayidka maxamed saw ashaabtaa ani shahril haram bilihi oo xurmada lahay ayay ka su'aalaya marka aayada tan waxa ay ku timidow sawu nusulkeedu ahay rasuulkeena cali saadu sallam ayaa waxa uu diray saraayada ugu horeysay oo gaar oo u diro lama leeyahay saraayo waa ciidanka hadda meesha laga yidhaahdo hadda maanta oo kaleentood ciidanka fahamka laga dhahweeyo saraayadaas waxay ahaayeen baa layidhi sideed nimay ahaayeen 12 waa la sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu u diray meel la dhihi jiray naqla la dhihi jiray oo xagga jihada daa'if markaasi ku aadanay ahaaday waxaana loo diray say usoo jaasuusaan oy wax uga soo ogaadaan gaalada meeshaas joogta akhbaartoodana ay u wateenaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayagoo marka hawlihii markaasi ku dhex jira oo meeshii markaasi naqlaheed jooga ayaa waxaa soo maray safar quraysho ay leedahay oo xagga daa'if ka yimiday ayaa soo maray waxaa safarkaas la socday 4 nin ayaa la socday markaas waxa weeye nimankii sariyada ahay waxay dileen 4 nin ka mida ayay dileen 2na waa ay qafaasheen midna waa ka baxsaday awrtii ay wateen iyo wixii raashin saarayna waa ka qaniinaysteen arrintaasaa marka waxay ku soo aaday bisha maaragtay ee jamaadul aakhir maalinta ugu dambaysa ayay ahaaday dagaalku beder intuusan dhicin 2 bil ka horay aheedaa la yidhi marka waxaana hore u jiri jiray bilaha ashhurulxurumka maxaa yeele marka bisha jamaadul aakhir maalinta ugu dambaysa hadday tahay waxaa la geli rabay bilihi ashhurulxurumka oo rajabaa ku xigta gaaladu marka waxa weeye waxay iigu isdahayeen bisha rajab dagaal ma jiraayo oo waa bilihii xataa jaahiliyadii la dhowri jiray oo ashhurulxurumka ahay saas daraaddeeda wax dagaala kale ku mimaysiin markaasay waxay u qaateen maalintaas ninka laga dilayay 2 nin laga dhafaayay ma uu baxsanayay ciirtina laga dhacayay oo laga qaniinaysanayay inay tahay bil oo markaasi ashhurulxurumahoo rajaba ay tahay oo rajab la galay marka arrintaasay waxay ku ceebeeyeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisay ku ceebeeyeen marka hadda nabigu calayhi salaatu wasalaam saraayooyinka hadda uu diray oo sidaas iyo qasawaadkiisa duulaanyada nabigu calayhi salaatu wasalaam uu duulay waxay gaarayaan 7 ay gaarayaan nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu diray saraayo iyo markaasi qasawaad markii la ysku daro waxay gaarayaan 7 ay gaarayaan marka hadda sariyadaanu 5 nin laga bilaabo ilaa 400 sariya la dhihi karaa wixii 400 ka sarreeyana jeyshaa la yidhaaha marka hadda waxay sariix ku tahay arrintaanu ay ku caddahay sariyadan wax ka horreeyay inaysan jirin ayay ku caddahay taasaa markaasaa loo badan yahay walow hadda khilaaf uu ka jiro sareeyooyin kale ayaa jirto nabigu calayhi salaatu wasalaam hamallaan uu diray ayaa la sheegay oo halkaasi waxa weeye kutubka bacliyee sidaas ayaa soo arootay oo siirada weyn nabigu calayhi salaatu wasalaam markii hujadiisa laga joogo bisha 7 laga joogo qaar waxay yidhahdeen maya shawaal ayay ahaadeen qaar waxay yidhahdeen maaragtay safaray aheeday intaasaa la sheegaa sariyadan hadda nabigu calayhi salaatu wasalaam uu diraayo ka hor nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu duulay 3 qaswo ayuu duulay saas ayaa markaasaa la sheegay marka hadda waxa weeye waqtiga iyo maxalka ayaa khilaaf uu ka jiraa laakiin hadda waxaan khilaaf ka taagnayn raggaa hadda la diray oo aayaddan ay kusoo degtay inay saraayadaasay ahaayeen oo nimankaas colgaadmada ah oo markaasi waxa weeye ciidanka faanka inay ahaaday arrintu marka waxa weeye gaaladu waxay ka dhigeen arrin ceeb ah oo nabigu calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa ay ku ceebaynayaan oy markaas leeyihiin bishii xurmada laheeday ayuu maxamed dagaal uu banaystay iyo inuu markaasi oo waxdhaco ay leeyihiin su-aashaa marka hadda yas'aluunaka oo la leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ama su-aashan waxaa su-aalaya gaaladii laftirkeeda amase waxa weeye nabigu calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa ayaa su-aalaya inta waa la dhihi karaa halii laakiin sidii nabigu calayhi salaatu wasalaam arrintaas uu ku jawaabi lahay ayaa ilaahay u laqinayaa yas'aluunaka waxay kaa su-aalayaan ow dha ilaahay can ishahri ow dha ilaahay shaharkii alxaraami oo xurmada lahaay ayay kaa su-aalayaan bedel badel istimaalaha laga bedelayaa qitaalun dagaal ayay kaa su-aalayaan oo fiihi ku shahrilxaraami shahrulxaraam dhexdiisa ahaaday qul waxaa u jiraa ow dha ilaahay qitaalun dagaal oo fiihi fi shahrilxaraami bisha xurmada la dhexeeda ahaada kabiiru waa mid weyn hadda ka horna waan soo marnayo gaalada sideedaba waxa weeye mar hadday ayagu maaragtay ay soo duulaan iyo hadday soo duulinba
بلها فرمضة لأي غير كودة استمدوي ألمتان وحيجيري جسين وقت الجاهلية هي مركز إسلام كبالله ديسة مركز بالمارسية كميدة بلها أشهر الحرم لدغار ماي وحي هذي أرنه رأجيري جسين أولا مسخي هذي سورة انت نفسه بحج معيانا سوامحنا وهو حيابيه اللي مسخيك مثلا لكن هذا مرك هذا اللي هذا انت على مسخين كهروي وإلهي إليه يقول وحاوث هذا لتعاون دقال او فيه في الشهر الحرام بشه حرمضة لبحج هذا بعث كبير ويامدوي عظيم يسروي مكة جنب يسع ياوي أفلس وسد الجيرين ومتدوي عن سبيل الله لا يجد في سلسك جيريو فهدي لا يجد في سلسك جيريو وقالب أي سمعين أيان هي وكفر كفر به بالله على الله كفره يقول المسجد الحرام وسد فيها فسوق بيسا جيدين عن المسجد الحرام بس السحر مضى لها إلا يستجيريه هي وإخراج أهله المسجد الحرام أهل كيس أولا قبحيه من المسجد كلا قبحيه أهل كيس وحايا نبي عليه السلام هي مؤمنين تبرنا ذي أوما كلا قصاري أيا أكبر وين وإيالك أتا خبر كاه أوك الدنب وين عند الله إلي الكيسة دقال او مركز بشه حرمضة لغو دقاله فوحد انك هيسان ايه سوينا لليه بشه حرمضة لدقال دعا لكن هذا مركز الى الدقال كاس بشه حتى حرمضة لما وصدعين ايه سكت ايه ايه هذا نعلى وحوص يدعي والفدنة كفدنة ذو الهي فدنة هو الشرك ذوي معاي الشرك هو حوي اعظم ذنب عند الله هو ذنب الهي في سمسك وين ايه شرك ذا مركز واسفدنة فدنة وين اي سنجرين فقط هو مشرق هاي وهو الفدنة الأولى أيكو سبيها والفدنة الأولى إلهي الفدنة أو شرك لها أيا أكبر وين أو إلهي من القد الدل كوين دل أو مركة اللي ينكو دله والله ينكو الله أيه بلا حرمة له وحا كوين وكدن ببضن شرك غابت ونحجتان هذا إلهي هودا ولا يزالون كفزوا لما يان كفار كفارت أيا إلهي نوغو هم أيا زمن كستهجوا ذانو زمن كنادو هم أغطو إله قيامه إستقوم إستقال سيرة سنوي إله سيرة من الشيء لأي أيه قال نقول إسا الله وحود أي لا يزالون كسول ما يان ومرك أرسي مد أي أيان وي ولا يزالون كمزول أيان ومد عفا أيان يقاتلونكم إلا إذن لدى قالما يان وهذا مرك للاك بابايا مؤمنين تا إله لك بابايا أيه دو قلبي والله دي سائل اللي هاي قالوا مروا بدا قال إذن قوة داهي وهو إسكعرية مرك هذا قصد كالإليه آيدا غيثة دمبو وصحر للمؤمنين على القتال مؤمنين تا ياد دقالك الوجوه هنا يا سوطة فتك السوى وحوية قال إنه لده قاله بدك مؤمنين تا ومسلمين تا دينة إسلام كأمرك يسي بجلو أو بدك دينة وديه مروا البوى حوية تزوير ما إله دان وشيك يا دقال فاضي مرتا وحجي السنع يما ولا يزالون كزوير ما ينول إله كفارك يقاتلونكم إنا إذن لده قاله ميان حتى يردوكم كي يردوكم إلى إذن عريان أن دينكم دين كليل كعرية ودقالك قالوا مخيها دقالك قالوا وحكرا ماهن وابدك مسلمين تدين تود إلا ذي عريه وقال لهم اللي عريه انت أسكره قالوا دقالي إلهي سبحانه وتعالى إسجع إياه يقين أسجع نوضوه همائي دقالك الله هذا ما أنت عالم تكجر مجره وقالي مسلمين دحيا له قالوا هو عيدين أيان بدك مسلمين تدين تود إلا كعريان وقال لهم اللي عريه وحكرا سهلا مجره وأسوى حول إله سبحانه وتعالى إن صدعوها بيكرايان هذه أولان تلو الساس في الدلالية مركا ساعد بسك مسلمين إله ديك يا الله وحوداي ومن يرتدد هو حر الدابة هو منكم إذن تنكمل أي دين في إسلام كسام نقضة قالوا عريان ومن يرتدد هو حر نقضة هو منكم إذن تنكمل عن دين دين في سكان نقضة هو فيمد بنته والحال هو يسونا كافر قالوا إيهي قال ماذا يوصد انت يسوى مستدى فولايك كوا سعوي ومن تجمع نغتي حمد ذا أعمال مع ما يشود ويبرتو لإلهي أم أعماش الصالحة هذه ويبرتي هذه الصالحة يبرتتي إيه السيئة لا تستطبع قوي حيلا قفة دوه الدابة عمل فيس ويبوليا مركا سود إلهي فولايك كوا حمد ذا أعمال مع ما يشود ويبرتو لإلهي في الدنيا الدنيا يتب السيئة والآخرة تآخرة ووحلق السوق هذا يمجستوي ولا ثواب عليها وي واح ثواب انا مره هذا الموت كان لبقى إذا ليري عمل كبريتان في سحوفة إذن إياه أنه لو رجع إلى الإسلام لم يتبع عمله هذا هو حوال إسلام فأصول الله تعمل في سنسة بريني هو لقى ثوابين عليه إسلام أخذ عمل في سنسة بريني سنسة بحشرة وأسمي
سياسة وحاق ومارس إمامنا الشافعي لا هذا السلاس قولك سواء لعيب سيدهن علمه سيدة معتمد إمام الشافعي أكثر سكاه وهوي عمل فيه مركز وهوي ولو علينا يا هالي عمل فيه سيرتوى الوسوع له لكن صواه أي أدف فيه هو واحد صواه مرهالي إمام مالوكي أبو حنيف وحلوهي فهو الخافر الأسلي وقال أو أسلي واي قال أسلي هو خلونا قنع يا هو هذه هي دليل أو خصاء إسلامه وعمل فيه سهرة مركو مسلم كاي وسوى سميه هو صونا قنع مجلس ليه أتوى يا شيخ قال الله عنه مايه هو صوى قال الله لديه مايه معايا لو حال المترقيبين يا إسلام سيليه مركا ثلاث يا مركا سادة خلاف تنوح وقدش مركا في في سحابين ارتد من سحابي اوه دابي ثم عاد للإسلام سبعين إسلام فأصوان عضي إذا مركا أثناء نفس قناني فؤياد النبي عليه السلام وأركي رهي ونبغى برك إسلام فأصوان عضي نبغى مأرك هو هالي من كاسي سحابي النبي ما أصوان نقونا إساء مجردة عن الثواء إلى الثواء وكلا ساس إمام الشافعي أقل بس أصوان عميس وحاك الله مركز إمام مالك أي حنيفة أي قضائي ونسلها توصلوا إليه سحابي النبي وأصوان الله إساء لكن واحد طواب أصوان الله ما يان لكن هدوه مثلاً بها وين أولا هاي وها عبدونا يا مركزي ويتبع إلي إساء يرو لكن هو أصوان الله أبانا إساء إسلامك أيضا مركزي هوي من غير عقد يوين عقد للسمين ساس إمام الشافعي قبل أبو حنيفة إمام مالك إمام أمد وهيك ساس إليهم قصوا الله وما إلا إلا عقد ميلاني ساس وي حيوم كمنتج كانوا إمام مالك إليها توبا لو يدينا يسدح مع الموت هدو الصلاة مغدا واساس ديك روايا لديلا يعني ساس إليه مركا إلهي هو دعي فولايك أخوة أصحاب مدى بأعمال ومعماشي رواية برسي في الدنيا الدنيا والآخرة وحبا مركاسي كما سوق هذا لا سوى مرت إساس كل إنسان هذا عاد سئ إلى إنه شيء ذا والله كفوا صوت إلى هذانة أصحاب النار نار أصحاب كذوي ثم يوم فيها نار دحذاء خالدين فوا فوا روي أصحاب النار وي نار تأين فوا رايا مع الوقت قال مخد إنت نار تأين فوا رايا إن الذين فوا أمنوهم يوم إلهي يوم الذين فوا هاجروا هاجري أو دان صوت فارقي وجاهدوا جهادي في سبيل الله إلى جفت سكو جهادي لا يسلون نسل الله جهادي أولئك قوى صوت إلهي يرجون وحي هجين أيان رحمة الله إلينا حريسي سيهجين أيان والله ألا نغفور عليه بعثوه وبك مؤمنين فأود عفايا رحيم عليهون حريسنا أيوه أيضنا أيضنا أيضها رأينا لص عطاء وحوي بك من كسر يدها أيو النبو الدرع عليه الصلاة والسلام أيها وحي أم لا يولا له هذا الدب كان نبات قران يحجر إيس الهلي ولعل هذا الدب بكبع سواء يحجر ميسا سوء إيماني فأتأمرك إله سبحانه وتعالى سجل هذا إياه إلا يمرك أسي مرة دوي مجاهدين أيهين إلا يمرك أسي أجل كوي مرض وأصعنا إلا الذين عمروا ومرك وحيوك يا ثاني إلا ليزي عبد الله بن الجحشي يا هذا الجروي معايا هرأي أنا أصوصي هنا لمن كسر يدها وحمد حقها سحابي إلى عبد الله بن جحش أيام رحوا أهل هتوى سيوحوي العفرة بعموم اللفظ لا بخصوصا بأليه عفر وعام ولو مركا سيكسود فيه إلهي مركا وحودها إن الذين فوا أمنوه لي هي هو الذين فوا هاجروا هاجري إلهي اسكوا أيها وايو إلهي نويهم ينوي نهج سيدينو دار الهزفة أيها تغنوا جمليل تتغن وجاهدوا جهالا بل جهال وقلن في سبيل الله إلهي جسوس في جهالي دينك إلهي سوى أفرنا وصعي جهالين أولئك قوى صوت إلهي صفاتك السلف يرجون ويوه الجين أيان فحمة الله إلهي النحيسي سيه الجين أيان أولئك قوى صوت إلهي الله يرجون ويوه الجين أيان فحمة الله إلهي النحيسي سيه الجين أيان أعداد مركة تقوى استماعها النحيس إلهي ويوه الجين أيان إلهي رحمة دي سينا هلا أيان مرديهن ضد مؤمنين أو مهاجرين أو مجاهدين مر الدينين وسدح لا شفاء القرآن سلام إلهي نحريسي سوه الدين يا والله ألا نقفور أليه دعفوه وأضعف يدك مؤمنين رحيم أليه نحريسنا يوه يسألونك وحي كاسؤالا ينودع الله عدنا عن الخمر خمر يوه كاسؤالا يا والما يسير قمار أي كاسؤالا يا قلوها أكلا ذا فيه ما لبدا صلى استعماله اسم دب أياه كبير أوين الإلهي ومنافع منافع آيات للناس ذلك أوصرا وإسمهما لولا يسدن بجودة مفاسد كبرانيسة
خمرها إيا قمار كذا ونيا أيا أذن وين أو إله من نفع ما نفع وودك وين ويسألونك وعي كاس آية أمر الله عبدنا ماذا من الذي متك ينفقون أي بحين أيام الله أي بحين قدر كيف أنت والإيجي هاي كلها أسرها إله العفو متك فاضل كهوان إيراتك بحية كذلك سبع سوى كرود إلهي سبع حوكا بإذنك وساعد يبين الله الله وعبدنا يا لكم إذنك الآيات آيها يؤين عبدنا يا لعلكم منها تتفكرون ستكرتان والإلهي في الدنيا في أمر الدنيا الدنيا أمر كذا والآخرة آخرة أمر كذا وقال التعوه يلم الصحاب بدا ويسألونك وحي كاسو ألا ينعيض الله هدنا عن اليتامى أقومت أي هايان يأبواتا إكرا كل ما يان شأن واضع قلوا حيث رأيض إلهي إصلاح وهذاجل واللهم أيها اللي هذاجل ما القوضة أيا خير خير بدا وإن تخالدون دار سكدة ستان وإن فقدين إيا نفقوا سكدة ستان فإخوانكم ولا يهم يقول إلهي سبحانه وتعالى والله ألنا يعلم ويأغيه المسجد المتك فسهادنا يا مال خوضة ومخالطين فسهادنا يا من المصلح المتك هزاجنا يوك أغيه وإن شاء الله الله الدول دون أيه لعنتكم إله وائد المشاقين هاي إن الله الله سعزيز عليه قال هو إيه أمر كيس حكيم عليه فلسو بوه يوحو صنعين هاي أيضا هدى وحويه وعلي إسكالله هاي أحكام فربضان إسكالله هو فعل قيس إله يهوده سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر أيه والميسر سؤال شاهد نكا ينطوض وصيرتي ونوح بان نبو اللي يسوي عليه دلالك بشي أشهر الحرم قلطعي أيا لويديي إلا واحدة تنوى عليه السلام ولويدينا ياه وهو رسالة أستدعى بس رؤى وهي فاسؤالة نولى إلهي خمرضة إيا قمار في فاسؤالة ياه هذا سائل كان مرتا سائل وخاص وإصطاع واسع عاموي رب براء أصعبت كمية سيدنا عقلب وخد عبوه ريوي يمعاد من الجبل يرك واسع عاولة كمية ووحي إلهي خمرضة إيا قماركو أغلق أيو الله وعايا إيا مالك وخمرضنا أغلق أيو فسادين إساء قماركونا مالك أيو الدياع يا إساونا فجنوا وقصوا صار رسول الله ونوجهوا مالك هذا عيدة إيا خمرضة تعلقات فربضان أو أحكام بضان وقود تعلق إساء إيا خمرضة هيرك إسوان مرتي إسلام إيا عيد أمود بإساءه إلهي سبحانه وتعالى خمرضة وقود حرمي أيوان مالك أهل السوق أردونا وأنا خصوصا قاربنا مع عشر كيان الضمبو مالك عشر كيان انت سوهد من وقعجي والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.